يطلع برا المغرب ارضي حرة صهيوني يطلع برا المغرب ارضي حرة صهيوني يطلع برا المغرب ارضي حرة صهيوني يطلع برا المغرب ارضي حرة ارتاحي ارتاحي صار واصل كفاحي يا شيرين 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 ارتاحي ارتاحي صار واصل كفاحي تحية خالدة لشيرين الشهيدة تحية الشهيدة فلسطين الصامدة شيرين 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 الشهيدة فلسطين الصامدة الآلة الصهيونية الغاشمة لم نكن في حاجة لندفع ثمنا جديدا آخر من بني جلدتنا صحفية مرموقة مهنية موضوعية مشهورة لم نكن في حاجة إلى هذا الحادث المأساوي الذي عشناه هذا الصباح لأننا اعتدنا في كل صباح أن نستيقظ على جريمة أخرى من جرائم العدو الصهيوني ضد المدنيين ضد الشيوخ ضد الأطفال ضد الأبرياء ضد النساء هذه المرة اختارت آلة العدو الصهيوني أن تمضي في سياستها الهادفة إلى القضاء على الشاهد وعلى الموثق الصحفي والصحفية الفلسطينيين هم شهود عيان ينقلون تفاصيل الجرائم الصهيونية هم موثقين يوثقون هذه الجرائم فالعدو الصهيوني يريد أن يقضي على هؤلاء الشهود يريد أن لا تكشف جرائمه يريد أن لا يعرى في الرأي العام العالم الدولي قبل حوالي سنتين من الآن وإلى اليوم 48 شهيد فلسطيني من الصحفيين الذين دفعوا ثمن حياتهم غاليا مقابل أداء واجبهم عشرات المصابين كثير منهم إصاباتهم بليغة يرقدون في المستشفيات عديد من المقرات المنشآت الإعلامية هدمت عن آخرها واستهدفت من طرف العدو الإسرائيلي نادت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع والنقابة الوطنية للنقابة الوطنية للصحافة بالمغرب في هذه المناسبة الأليمة للكيان الصهيوني للجيش ديال الكيان الصهيوني كي يقتل بدم بارد وباستهداف مباشر صحفية من أرمق الصحفيات في العالم ألا وهي شيرين أبو عقلي شيرين أبو عقلي اللي كلنا تابعنا عبرها كل ما يجري في الساحة الفلسطينية وحتى خارج الساحة الفلسطينية بمهنية كبيرة احنا اليوم هنا اولا باش نعبروا على الغضب ديالنا من انه النظام المغربي مستمر في التعاون وفي مد اليد لهذا الكيان المجرم ونقول للنظام المغربي انك تضع يدك في يد المجرمين وفي يد القتلة فولهذا نطالب باسقاط كل اتفاقية تطبيع مع الكيان الصهيوني وبطرد الصهاينة ومن يمثل الكيان هنا في بلادنا ومن يدنس أرضنا كذلك نحن هنا لنقدم العزاء لكل الجسم الإعلامي في المغرب وفلسطين وفي العالم ولنقدم العزاء للشعب الفلسطيني ونحن هنا لنقول لمنظمة الأمم المتحدة وللمنتظم الدولي كفى من الكيل بمكيالين إنه عار على المنتظم الدولي أن يكون الشعب الفلسطيني يقدم الشهداء يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة ومنظمة الأمم المتحدة تقف متفرجة عاجزة من أن تتخذ قرارا ضد الكيان الصهيوني المجرم الذي وصفته تقارير دولية تقارير أمنيستي انترناسيونال بأنه كيان أبارتايد وكيان عنصري
كفى من الكيل بمكيالين، الشعب المغربي سيستمر في النضال إلى جانب الشعب الفلسطيني. موقف الشعب المغربي يعبر عنه في الساحات وفي مدرجات الملاعب وفي كل المدن التي تخرج نصرة لفلسطين. أما هذا القرار التطبيعي فهو قرار لا يهم إلا أولئك المسؤولين الذين وقعوه والذين أشرفوا عليه، أما الشعب الفلسطيني المغربي فهو يرفضه وسيسقطه كما سيسقط الاستبداد هنا في بلدنا المغرب. أولاد لا تركي أجبر على التطبيع. تحية خالدة صحافة شهيدة، تحية خالدة صحافة شهيدة، تحية خالدة صحافة. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، اليوم الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع وبتنسيق مع مجموعة العمل من أجل فلسطين، ومباشرة بعد ما عرفنا بالجريمة اللي ترتكبت في حق الصحفية شيرين أبو عقلي قررنا يعني التعبير على أولا السخط والتنديد ديال الشعب المغربي بالوسائل التالية. قمنا قبل قليل بزيارة السفارة الفلسطينية وبلغنا السيد السفير الفلسطيني بالرباط وعبره هو إلى الشعب الفلسطيني تعازي ديال الشعب المغربي وديال هاد الإطارات اللي هي كتمثل مختلف أطياف الشعب المغربي، تعازينا للشعب الفلسطيني في الاغتيال ديال الصحفية شيرين أبو عقلي. أيضا قررنا أننا ننضموا هاد الوقفة الاحتجاجية التنديدية بهذه الجريمة أمام السفارة الفلسطينية. طبعا هاد الوقفة هي باش نندو بالجريمة اللي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد صحفية اللي لابسة الجيلي ديال الصحافة واللي كانت مع مجموعة ديال الصحفيين واللي كانت في موقع آمن واللي ما كانش هناك اشتباك وما كانش هناك إطلاق النار، بل كل ما كان هناك مجموعة ديال الصحفيين تيحاولوا يغطيو ما يقع في الجنين. هاد الصحفيه اللي كانت كدير فقط بشكل سلمي مع العمل ديالها تعرضت اليوم لجريمه اللي كتعتبر بالنسبه للشعب تحت الاحتلال هي جريمه حرب، ولانها جريمه حرب ولان المنتظم الاممي كيصمت باستمرار على الجرائم اللي كيرتكبها الكيان الصهيوني قررنا غدا صباحا غادي نتوجهوا للسيد الامين العام للامم المتحده عبر المفوضيه ديالو في الرباط برساله شديده اللهجه كنحملوا فيه المسؤوليه ديال استمرار الصمت ديالهم هو استمرار التشجيع للكيان الصهيوني على انه يستمر في ارتكاب هذه الجرائم. وبالتالي غدا الصباح مجموعه العمل من اجل فلسطين والجبهه المغربيه لدعم فلسطين غنبلغوا للسيد الامين العام للامم المتحده رساله قويه تنسن كنوروا فيها هذا الصمت الاممي المرفوض امام هذه الجرائم اللي كترتكب حق الشعب الفلسطيني. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.